الحمد لله يا رب العالمين انه قدرت انا نحافظ على الرقم تاعي، خاصة في طوكيو كنت أنا الأولى وتحصلت على ميدالية ذهبية، وكنت مترددة شوية وكنت خايفة مع الشتاء اليوم، لكن حتى قدرت نجيري الكومبيتيسيون تاعي الحمد لله، وين حطمت رقم أولمبي جديد. مؤخرا في الألعاب العالمية في شهر ماي حطمت رقم عالمي جديد ب 11.62، لكن اليوم نتأسف يعني درت 11.56، لكن رقم أولمبي الحمد لله. نهدي لكامل الشعب الجزائري، كامل الناس اللي وقفت معانا وفرحتنا، وكامل الناس اللي راهي مساندتنا في الخفاء، وما ننساش الزوج تاعي وليداتي اللي سمحت فيهم بزاف بزاف بزاف، الله يجعل يسمحوا لي اني اليوم نهدي لهم ميداليه ذهبيه ونرفع لهم الرايه الوطنيه في فرنسا. الحمد لله احنا ذوي الهمم معروفين نرفعوا دائما الرايه الوطنيه، هذه ما يخفالكمش. والشكر يعني الكثير نشكر المدرب تاعي بن موسى الشريف ورئيس النادي سليم قامير، ما ننساش الثاني الهادي مهني، كامل الناس اللي وقفت معايا وكامل الناس اللي فرحت لي. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.